بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله بيتم تدشين خدمه جديده من خدمات وزاره الداخليه عن طريق مطراش 2 وعن طريق موقع الوزاره. الخدمه هي تجديد المركبات الاليه عن طريق مطراش 2. الخدمه هاي طبعا بتكون اضافه كبيره حق الخدمات المقدمه من وزاره الداخليه حق المواطنين والمقيمين وحق القطاع الشركات والقطاع الخاص. الخدمه بتكون بتغطي جزء كبير كان مهم ما كنا مغطينه، والهدف والسبب ان في جهات اخرى خارج الوزاره تدخل في الموضوع، وهي جهات الفحص الفني وجهات شركات التامين اللي تم تغطيتها بالكامل عن طريق الربط الالي بين هذه الجهات. للخدمات منظومة استراتيجية الوزارة برؤية قطر 2030 ورؤية قطر الرقمية 2020، والذي يسهل ويبسط الإجراءات المتعلقة بخدمة المواطنين والمقيمين. وهذا ما عهدناه من المسؤولين في السعي الدائم والحثيث لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات في تقديم الخدمات المميزة والتطلع للأفضل دائما. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرا لكل من ساهم في هذا العمل. والآن يتفضل القائد ركن علي حمد الكعبي من إدارة مثل هذه الخدمات ان شاء الله ان تسهل الاجراءات وتوفر ايضا تنقل الافراد منها الى الاداره العامه للمرور او اي اداره من الادارات الاخرى التابعه لوزاره الداخليه. نتمنى ان احنا نستخدم هذه الخدمات اللي الموجوده في مطراش 2. لا ننسى ان عندنا ايضا بالاضافه الى هذه كما دشنا في السابق عمليه الحوادث المروريه البسيطه، اللي نتمنى ان شاء الله ان الافراد يستخدمونها توفيرا للوقت والجهد بدل ما ينتظر الدوريات المرور والتحديد، فان اجراءات اخرى اذا كانت حوادث بسيطه من خلال هذه. ايضا عندنا الاجراءات اللي هو التجديد ونقل الملكيه وتنازل عن رقم مميز ولا الاجراءات بنقل ملكيه المركبه، تجديد رخص القياده ايضا من خلال. فنتمنى احنا يعني ان من المواطنين والمقيمين يستخدمون مثل هذه الخدمات. لا شك ان عندنا احنا اذا انت اثناء التجديد في ناس خلاص يقول ان انت تبي تجي تستلم الماده ولا نرسلها لك، ونتمنى ان البريد ايضا على استعداد انه يستلم الملكيه او اي اجراء تعمله في اداره عامه للمرور وانه يوصل لك على العنوان المسجل عنده. فنشكركم ونشكر الحضور ونشكر الاعلاميين والاخوان المتواجدين كلهم، ويعطيكم العافيه.